دي انا فاهمه، مش قصدي حاجه، كل الموضوع ان انا قصدي تقضي وقت مع البيبي. فرح، انت كان عندك حق، احنا فعلا مختلفين عن بعض. انت جايه من عالم وانا جاي من عالم تاني خالص، وانا مش عايز اي حاجه غير ان انا اكون ناجح زي ما بابا كان عايزني بالظبط. هو عمل كل ده عشانها. انا عايز اشتغل ليل ونهار عشان ابني يعيش في احسن مستوى ممكن. واضح ان ده مش مريحك، وانا بحبطك طول الوقت. ده مش حقيقي خالص يا شادي، مش حقيقي. لا ده حقيقي. ليه؟ انا كل اللي طلبته منك ان احنا نقضي وقت مع بعض، نوفر وقت لنفسنا ولحياتنا. فرحة، واضح ان احنا مش هنتفق. يعني ايه مش هنتفق دي؟ يعني احنا بنعافر ان احنا نبقى مع بعض، بس هو مش هينفع. شادي انت عايز تسيبني؟ انا اسف فرح، بس احنا مش هينفع نكمل مع بعض. انتي طالبة.